السلام عليكم، اسمي صوفيا، لدي 14 سنة وأنا أعيش في الرباط. أهلا، اسمي عبد الحميد وفي عمري 14 سنة وأعيش بالرباط في المغرب. أهلا، اسمي مروة، لدي أنا أيضا 14 سنة وأعيش بالعاصمة المغربية الرباط. واليوم سنتحدث عن علاقتنا مع اللغة العربية كشباب. لكن لماذا اللغة العربية مهمة ويجب علينا إتقانها؟ إنها لغتنا الأم، لغة بلدنا المغرب ولغة ديننا الإسلام. كونها لغة بلدنا المغرب وثقافة المغربية، يجب علينا إتقانها لتمثيل المغرب أحسن تمثيل على الصعيد العالمي. في المغرب اللغة العربية هي لغة الدولة، الإدارة والوثائق الرسمية، فهي لغة مهمة. إتقان لغات متعددة يفتح لنا فرص دراسية وفي سوق الشغل للمستقبل. لكن في الواقع ما هي علاقتنا مع اللغة العربية؟ لدينا بعض الصعوبات في قراءة، فهم والتواصل باللغة العربية الفصحى، لكن أسهل علينا التواصل باللغة الدارجة المغربية. في أسرنا اللغة العربية موجودة كثيرا، على صعيد المثال في عائلاتنا نتكلم اللغة العربية والفرنسية يوميا، وأجدادنا يتحدثوا فقط باللغة العربية في غالب الأحيان. نازلنا نشاهد الأخبار بلغتين العربية والفرنسية، ونشاهد الكثير من البرامج في قنوات فرنسية كMC وTF1، مغربية كدوزيم والأولى، وعربية كالجزيرة. وكما قلنا لكم سابقا، لدينا بعض الصعوبات في اللغة العربية الفصحى لأننا ندرس في مدرسة فرنسية، ونتحدث في غالب الأحيان باللغة الفرنسية، وفي غالب الحصص نتكلم بتلك اللغة. لكن رغم ذلك، للغة العربية مكانة مهمة في حياتنا كمغاربة، وعلينا أن نجتهد أكثر وأن نحاول التواصل باللغة العربية أكثر مهما عربية فصحى أو دارجة مغربية. ويجب علينا التفرغ أكثر لتعلم اللغة العربية، وأن نهتم أكثر ببلدنا المغرب وبتقاليده وثقافته. شكرا لكم لمشاهدة هذه الفيديو، ونتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم. لا تنسى جيم تحت الفيديو.